حفظك الله وشفاك انتشر بين كثير من الشباب التعصب لبعض العلماء بأشخاصهم، فأصبح يتمسك بقول العالم بغير دليل ولا برهان، ومن هنا نشأت فتنة بين كثير من الشباب ألهتهم عن طلب العلم الشرعي. فما هو نصيحتك لهؤلاء وأمثالهم؟ نصيحتي أنني أحب علماءنا حبا شرعيا، ولا نقلدهم ولا نتعصب لهم. اتبعوا ما يرضي عليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلم يوجد في عصر الصحابة نعم بكريا ولا عمريا، بمعنى أنه يأخذ بجميع أعزال أبي بكر ويتعصب له، أو بأعزال ماذا يعني بارك الله فيكم عمر ويتعصب له، ولا عثمان. إذا قال عثمان بمعنى أنه يحب عثمان ويشاور عثمان بن علي، ليس معنى أنه يضلله في كل شيء. وهكذا على وجه ذلك الزمن، ومعناه أنه يرى حقية علي في الخلافة، وعاو أنه ماذا يعني يحب عليا حقا زائدا، والله المستعان. فالمهم لم يوجد هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فنحن كما قلنا أهل السنة نحب علماءنا حبا شرعيا، ولا نرضى لأحد أن يتنقصهم، لكن ما نقلدهم. التقليد حرام، ولا تكفي ما ليس لك به علم. نعم، وهكذا الله ماذا حفظكم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وانتم في هذه البلد بلد التوحيد وبلد السنة، فما ينبغي أن نسن للناس سنة سيئة، وأن نتعصب لفلان ولا لفلان. لكن نقرأ كتبهم ونستفيد من أفهامهم، وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. ما كان فلان يرضى أن تتعصب له، ولا كان أيضا فلان ليرضى أن تتعصب له، والله المستعان.